أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي. لعل من الأسباب المهمة لانبثاق ثورة تشرين الأول عام 2019 العام الماضي هي ما كان يعانيه الشباب وما زالوا يعانون منه من بطالة، غياب فرص العمل أمام الطاقات العراقية الشابة. واحد من الأسباب المهمة التي دفعت بهم إلى الثورة على هذا الواقع المزري الذي أحالهم إلى مثل هذه البيئة الطاردة لطاقاتهم لقدراتهم، غير التي لا تقبل بشراكتهم في بناء هذا الوطن، في بناء حاضرة ومستقبلة، فلذلك ثاروا عليها. وطبعا هناك أسباب كثيرة لها أولويات لديهم، هي مثل ما قالوا في شعارهم نريد وطن، وهذا الوطن هو استقلاله وحريته وسيادة وثروات، كل هذه الأمور. لكن واحدة من النقاط المهمة كانت هي غياب فرص العمل أمام هذه الطاقات العراقية الشابة التي دفعت بها إلى البحث عن تغيير لهذا الواقع الذي وصلوا إليه. الحقيقة الشباب العراقي الكثير من عندهم يفترشون الأرض منذ سنوات، منذ عام 2003 لحد الآن يفترشون الأرض والأرصفة بحثا عن عمل. الكثير من عندهم ذهبوا إلى البسطات، ذهبوا إلى العمل، ورغم أنهم خريجين كليات ومعاهد ذهبوا إلى العمل حمالين وسواق لسيارات وغيرها من المهن التي لا تتناسب مع اختصاصهم ولا قدراتهم ولا حتى قدراتهم الفكرية والعقلية. طبعا الشباب مثل ما تعرفون في أي بلد هم المبتكرون، هم المبدعون، بناة المستقبل، قادة المستقبل، قادة الحاضر والمستقبل. لذلك يعني توصل الأمم المتحدة كل الحكومات سنويا بأن تسعى لتوفير الأجواء والبيئة المناسبتين لتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب لكي يبدعوا ويعطوا طاقاتهم لأوطانهم ويغيروا الواقع ويطوروا ما يحتاج إلى تطوير. يعني وأيضا تفرض على هذه الحكومات أن توفر لهم البيئة الصحية المناسبة، التعليم الجيد، وسائل اكتساب الخبرة. كل هذا يعني توصي به الأمم المتحدة للشعوب والدول للدول لكي تعتني بشعوبها وبالذات بالشباب بهذه الطريقة. وطموحاتهم يجب توفير طموحاتهم، وهذه الطموحات لا يمكن تلبيتها إلا بتوفير فرص العمل لهم. يعني قبل فترة سبقت ثورة تشرين التي تحدثنا عنها، ثورة تشرين المباركة عام 2019، نفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وبالتعاون مع جهات عراقية من بينها وزارة التخطيط، نفذوا مسحا يعني حول أعمار الفتيان والشباب في العراق من عمر 10 سنوات إلى عمر 35 سنة، لمعرفة متطلباتهم، ماذا يريدون، كيف يمكن خدمتهم، ماذا يمكن أن يخرج من عندهم، هل الدولة، هل الحكومات تستفيد في العراق، تستفيد من طاقاتهم. فتبين طبعا نتائج الفحص، تبين أن 90% من هؤلاء، من نتائج الفحص من هؤلاء العراقيين أعربوا عن قلقهم في توفر فرص العمل ومسؤول إليه وضعهم ووضع البلد الاقتصادي والمالي مستقبلا، في ظل إطار تؤكد فيه الأرقام أن نسبة البطالة بين الشباب تزيد عن 65%. قبل عامين في عام 2018 وفقا لصندوق النقد الدولي، طبعا أيضا أجرى دراسة حول العراق، قال أنه 40% من الشباب هم من العاطلين عن العمل. هذا يعني أن البطالة نسبتها ترتفع، وهذا أيضا مثل الفقر أيضا نسبتها ترتفع. في عام 2014 الحكومة قالت أن نسبة الفقر في العراق 23%، وتعاونت مع صندوق النقد الدولي في إيجاد ما سميت استراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، برنامج استراتيجية. وقالوا أنه تم الاتفاق على تخفيض الفقر 25%. في عام 2014 قالوا 23%، الآن الحكومة تصرح أن نسبة الفقر في العراق 40%، أكثر من 40%، وهي أكثر من هذه النسبة بكثير. إذن كل هذه الأرقام، الفقر، البطالة، الأمراض، كل شيء مؤذي للعراقيين هو في ارتفاع الحقيقة
وحتى الفساد أساس كل هذه المصيبة في ارتفاع أيضا. وهذه استراتيجيات العتيدة اللي يتحدثون عنها لتضليل الناس غير موجودة أساسا، موجودة على الورق فقط. وبالعودة إلى موضوع الشباب، لابد من قول أن معدل العاطلين من الخريجين وهم من الشباب حتما نسبة عالية. الأرقام المتوفرة تشير إلى أن 2 من كل 10 يستطيعون الحصول ربما على فرصة للعمل، أما 8 الآخرين فيذهبون إلى طوابير العاطلين عن العمل. والاثنين هؤلاء لا يعملون في اختصاصهم، على الأغلب لا يعملون في اختصاصهم، ويذهبون إلى البطالة المقنعة. فبالتالي البطالة شاملة للجميع. الجامعات والمعاهد العراقية تخرج سنويا نحو 600,000 عراقي، نحو 550,000 منهم، أكثر من 550,000 ينضمون إلى طوابير العاطلين عن العمل. هذه حقيقة قضية كبيرة. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام دعوات كبيرة لتشغيل الخريجين، البحث عن وظائفهم، مطالبة بحقوقهم، وهذا حق على الدولة، هي الدولة ودستورهم كفلة تعيين هؤلاء الخريجين، ولا لماذا نخرجهم من الكليات؟ لماذا نخرج كل هذه الأعداد وندفع بهم إلى طوابير العاطلين عن العمل؟ هذه كارثة كبيرة. البعض من العاطلين عن العمل ربما ما زالوا يحاولون الحصول على عمل، يفترشون الأرض ببعض البضائع، يبيعونها، يعمل سائقا، يعمل حمالا، وهو لا يتناسب طبعا، هذا العمل لا يتناسب مع شهادته وقدراته العقلية وإمكاناته، لكن لتحصيل رزقه اليوم ورزق عائلته. والكثير منهم عزفوا عن الزواج لأنهم غير قادرين على فتح بيوت وإعالة عوائل، وهذه ظاهرة خطيرة جدا في المجتمع العراقي الآن بدأت تكبر. فإذا كان هؤلاء ما زالوا يحاولون البحث عن فرصة لتحصيل رزقهم، لكن البعض الآخر قرر الهجرة. أرقام الأمم المتحدة، بيانات الأمم المتحدة السنوية التي تخرج تظهر أن العراق من بين الدول المتقدمة في أعداد الشباب الذين يطالبون بالهجرة. في إحصائيات كثيرة تحدث أنه عندما يسألون الشباب العراقي ما هي يعني أمنياتك، أول أمنية يعرب عنها هي الهجرة من العراق، وهذه كارثة كبيرة. في عام 2015 تحدثت الأمم المتحدة عن أنه 300,000 مواطن من كل الدول عبروا البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، كان من ضمن هؤلاء 300,000 أكثر من 100,000 عراقي، 2500 غرقوا في البحار من بينهم أيضا عراقيين. هذه كلها تصب في قضية الشباب العاطل عن العمل، الشباب الذي أغلقت أمامه الآفاق، الذي لا يجد فرصة للعمل في بلاده، التي بلاد هذه الحكومات وفرت بيئة طاردة لهذه القدرات وهذه الطاقات. هذه الحقيقة التي أردنا أن نتحدث عنها اليوم، نسب العاطلين عن الشباب ترتفع يوميا، وهذا يوعد بأن الشباب هذا المرجل اللي كله طاقة وكل حيوية وكل قدرات وكل تفكير قادر أن يغير الواقع، وثورتهم ثورة تشرين ما زالت فتية، ما زالت توعد بالكثير، وإصرارهم وإرادتهم ستحقق لهم الحياة وستحقق لهم النتيجة التي يرجونها. أترككم بخير والسلام عليكم.